مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا في حلقه جديده من حلقات مفاتيح السعاده. معكم سلوى محمد متولي، برحب بكل اللي بيشوفونا من كل مكان في الدنيا. اهلا بيكم في حلقه جديده ومميزه، ان شاء الله نكون ضيوف خفاف لطاف على قلوبكم. دعوني ارحب بالزميل استاذ محمد سلطان. اهلا استاذ محمد. اهلا بيكي، ربنا يخليك يا سلوى. اهلا بيكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجنا مفاتيح السعاده. مفتاحنا النهارده هيبقى مفتاح الفضل ان شاء الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله وذلك الفضل الكبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. معانا في فقره رسائل السعاده، هتكون فقره مثبته في اولى حلقات مفاتيح السعاده، هتكون معانا في كل حلقه من حلقات البرنامج. ورسالتنا النهارده بتقول: امدح من يستحق واشكر من أسدى إليك معروفا وكل خيرا للجميع، فبعضهم يستمد سعادته من كلماتك ويصنع منها تفاؤله. مشاهدينا دلوقتي نشوف فاصل ونرجع لكم تاني مع ونستقبل ضيوفنا مع دكتورة ولاء أخصائية التخاطب والصحة النفسية. نشوف فاصل نرجع لكم مرة تانية. من أكثر الأشياء الشائعة في وقتنا الحالي هو انتشار الأوتيزم أو اضطراب طفل التوحد، وده بيعاني كتير جدا من الأمهات والأسر اللي بتقابلها المشكلة دي. علشان كده معانا أخصائي دكتورة ولاء فوزي محمد، أخصائي التخاطب والصحة النفسية ومدير وصاحب مؤسسة المرام للتخاطب والصحة النفسية. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال: إيه هي العلامات اللي بتبدأ انها تظهر على الطيف التوحد؟ ازاي نعرف العلامات والاعراض ديت ونقول ان ده الطفل طيف توحد؟ هو في علامات بتبقى موجودة كتير عند الاطفال، بس لو الام شاطرة قوي بتكتشفها من لحظة الولادة. جميل. الطفل طبعا بيبقى في لحظة الميلاد دي بيبقى عنده شوية سمات بسيطة كده، بس مش كل الامهات بتاخد بالها منها. الطفل بيرفض الرضاعة، بيبقى عياط بدون سبب، بيبقى عنده مشاكل حسية بقى، مش عاوز حد يلمسه، فبتبقى عياط هستيري، ما مش بيعرف يوقف العياط، فمحدش بيكتشفها كتير قوي، اللي هي بالذات اللي بتبقى ظاهره في الولاده دي. بعد كده لما الطفل بيبدا يدخل في مرحله ان هو يبدا يفهم، او اللي هي السن المناغه ان هو يتكلم، بيبقى مفتقد الاصوات، مش موجوده. برضو الام مش بتاخد بالها من النقطه دي، بتقول عادي لسه مش، وخصوصا لما يكون اول بيبي يعني. ايوه. بعدين بتظهر بقى العلامه اللي هي الاساسيه، بتظهر من على سن 3 سنين. ثلاث سنين دول بيبقوا في مؤشرات كتير بتبقى موجوده عند الطفل. تمام. هي طبعا ان هو مش بينتبه، الاتنشن بتاعه مش موجود، التنادي عليه مش بيرد، فلذلك امهات كتير بتفتكر ان ابنها مش سامع. بيبقى هايبر اكتيف، هايبر اتنشن كتير طبعا عنده موجود، ف برضه مش بيروحوا للفكره ان هو اوتيزم، بيفكروا ان هو شقاوه، تنطيط، لعب بس، لكن مش بيبقوا فاهمين السبب الاساسي ان هو طفل اوتيزم. دي العلامات اللي هي الاساسيه المفروض كل ام تاخد بالها منها لما ابنها يبدا معاها من لحظه الولاده لغايه السن 3 سنين. جميل. دكتوره، وانا بحضر للحلقه دخلت كده لقيت في احصائيه عام 2016 من منظمه الصحه العالميه بتقول طفل من كل 160 طفل عنده الاوتيزم او طيف التوحد، تمام، او سمات التوحد. وارقام الامم المتحده بتقول 1% من سكان العالم عندها المرض ده، يعني حوالي 70 مليون شخص تقريبا مصاب بالمرض ده. تمام. فحابين نعرف ازاي في عوامل وراثيه لاضطراب التوحد ده، ولا هل المرض ده ايه طبيعه المرض ده؟ هو اولا مع احترامي هو مش مرض. هو مش مرض. هو اضطراب بيصير. اضطراب مرضي. برضه ما لا. يندرجش ما هو لو حضرتك بأي حال من الأحوال مرض بتاع. مرض يبقى بيتشخص ليه دواء. تمام. لكن هو مش مرض. تمام. هو طيف بيصيب طفل، فيه طفل عامل زي مناخ، تربة مهيئة ان هو يستقبل حاجة زي كده. تمام.
لكن في طفل تاني لا، ممكن حضرتك تلاقي توينز مولودين نفس عوامل ظروف الحمل ونفس ظروف الولادة، تمام. بس طفل هيبقى اوتيزم وطفل تاني لا. ملهاش يعني ما فيش حاجة لغاية دلوقتي تؤكد ان هو ده إن هو مرض، يعني مرض او حاجة وراثية. ما فيش وراثة طفل يبقى اوتيزم في العيلة، فمثلا مامته تخاف تخلف لحسن اخوه يطلع يعني اوتيزم. ما فيش عوامل وراثية، هي في ابحاث موجودة بس بتتطبق دلوقتي، تمام. لكن هو المجمل اللي هي الاحصائية اللي هي قريبة قوي اللي احنا بنقولها، ان هي بتبقى 1 لـ4 من فئات البنات والصبيان والاولاد. فالولد يعني كل قصاد 4 بنات اوتيزم، سوري، اربع اولاد بتبقى بنوته اوتيزم. فهو بيصيب اكتر فئه الولاد، بيبقى موجود اكتر في الولاد، في فئه الولاد. حضرتك لا، دي معلومه، المعلومات اللي احنا بنعملها في الابحاث بتاعتنا، تمام. ان هتلاقي حضرتك ممكن مركز كامل في 50 ولد قصادهم 10 بنات. تمام، هي النسبه دي، تمام. طيب دكتور، هل اضطراب طيف التوحد هل له درجات ومستويات، ولا كل الاطفال طيف التوحد في مستوى واحد؟ لا، شده التوحد يعني بتختلف من طفل للتاني وليها درجات، بيبقى توحد بسيط، توحد متوسط، توحد شديد. ده بنعرفه بقى باختبارات احنا بنعملها للطفل، بنقيمه ونعرف درجه التوحد اللي عنده ايه، عشان نعرف بعدها ان احنا ناهله ازاي. طب ممكن يا دكتور ناخد فكرة بسيطة كده عن الاختبارات المبدئية؟ أو الاختبار اللي هو السائد بالنسبة للأطفال للأوتيزم، اختبار كارز بنعمله للطفل أول ما بيجي عندنا، بنقيمه وبيبقى ليه أسئلة معينة بتبقى للبيرنس أو للطفل، طبعا مش بيجاوب لأنه هو مش احنا بنسأل الأم أو الأب الهيستوري بتاع الطفل إيه، فهي بتطلع بناء بنجمع الدرجات دي، فبتطلع درجة التوحد. طب ايه موضوع الميكانو في الموضوع، المكعبات والحاجات دي؟ انا كنت يعني لا، دي حاجات احنا بنستخدمها، مهارات بتشوفي مهارات الطفل واصله، قدراته الذهنيه والادراكيه ايه، فبنشتغل عليها. بس دي بتبقى مرحله يعني متقدمه شوية. بيبقى اوتيزم مثلا بسيط، يعني الحاله بتاعته حاله بسيطه، لكن في الاوتيزم الشديد ده مستحيل يعني نوعيه. طيب هل في دواء لاضطراب طفل التوحد او علاج علشان الطفل يقدر يتكلم؟ احنا اتفقنا في الاول ان التوحد مش مرض، فما فيش مرض، يعني هو مش مرض، فمش منطقي ان احنا نكتب له دواء. بس الدكاتره اللي هم اخصائيين المخ والاعصاب الاطفال بيكتبوا ادويه بتنشط الادراك والتركيز عند الاطفال. لكن ما فيش لغايه دلوقتي حد يقول لاي ماما في دواء هنشرب دواء ده فابنك هيتكلم. لا، مش حاجه مش منطقيه ومش علميه اصلا. لكن في ادويه بتنشط الخلايا اللي هي المسؤوله عن الادراك، عشان بتساعد الطفل بعد كده انه يستقبل اللغه، هو يتكلم، انا اعلمه فهو يتكلم. لكن ما فيش دواء هنشربه فهيخلينا لا نعالج التوحد ولا نتكلم. ايوه، ليهم قدرات معينه دكتوره، عايزين نعرف نوظف قدراتهم دي ازاي. اولا معظم الفئات التوحد عامه بيبقى ان عندهم نسبه الذكاء عاليه جدا. ما هو ده اللي انا بقوله يعني، بس على حسب بقى هو مين اللي بيشتغل معاه، لان هو بيستخدم ذكائه في حته تانية خالص. اهم حاجه ما بقول لحضرتك الاختبار ده بقى اللي هو اللي بيطلع لي ان الطفل درجه التوحد عامله ازاي، فبناء عليه بحط له برنامج يناسب حالته. فالبرنامج ده انا بوظف قدراته الذهنيه في الحته دي اللي تناسبه هو، وبنعلمه بالطريقه اللي تناسب كفاءته، لان في يعني انواع كتير من التوحد، كل نوع وكل متلازمه حاجه تانية خالص. يعني في اطفال الاسبرجر دول اذكياء جدا، يعني زي اينشتاين لا، دول بيبقوا اسبرجر، طفل توحد عادي جدا، بس بيتكلم كل اللغات وبيعلم نفسه بنفسه ما شاء الله. يعني بنلاقيهم لغه عندهم، بس بيبقى عندهم رتم معين في الكلام، زي الاله، بيتكلم زي الاله. ده برضو ناس كتير مش بتعرفه، يعني بيبقى طفل عادي جدا وبيتكلم وبيروح المدرسه ويتواصل وكل حاجه، بس بيتكلم زي الاله، كأن حضرتك مشغله كمبيوتر جنبك وبيتكلم. طب انا كأب وعندي زوجتي وشايفين طفلنا مش طبيعي، اقدر ازاي اعرف في الاول كده اوجهه، يعني اعرف ازاي ان هو عنده طفل التوحد ده، تمام، واعرف ازاي امتى اوجهه لحضرتك او امتى اوجهه للمتخصصين؟ ناس كتير قوي بيختلط عليها الامر، ماشي، ان الطفل ساكت، الطفل منطوي، الطفل وكل ده ممكن يبقى سلوكيا او بيئيا الولد كده، تمام، وما عندوش توحد، بس انا اتوهم في يختلط او يختلط على الامر ان ايه ده توحد واقلق بقى وكده.
لا هو في حاجه حاجتين شبه بعض قوي، التوحد سمات التوحد والحرمان البيئي، دول شبه بعض جدا. طب اديني عشان الحرمان البيئي ده مصطلح، فعايزين عشان نعرف الناس الحرمان البيئي انه طفل التواصل بتاعه مش موجود، يعني هو ممكن يبقى قاعد جوه البيت مش بيخرج، الذكاء الاجتماعي عامه بتاعه مش موجود، ملوش علاقه بالتوحد لا خالص، بس لو دخل عند اي حد مش متخصص هيقول ده توحد. بالشكل العام الصوره بتاعته هيبقى يقول ده اوتيزم، وهناخد ادويه الاوتيزم. لذلك انا برفض اي ام تروح عند دكتور ويقول لها انه مجرد ما بيشوفه كده دقيقتين ثلاثه بيمشي على الارض كده والاي كونتاكت بتاعه مش موجود وعنده اكتف مثلا بيتنطط بيطلع على الكنبه بيتنطط وبينزل، فده توحد. لا انا بقعد الطفل توحد عشان اقول لمامته ان هو عنده توحد شهر تحت عيني. كل يوم كل يوم بقيم بشوف الاكشن والرياكشن بتاعه مع اصحابه، يومه عامل ازاي، استقباله للاوردرز عامل ازاي، بيبقى عنده فقر بس حرمان بيئي فقير في حاجات معينه بس احنا بننميها له، لكن لو حد مش متخصص هيقول لا ده عنده توحد وهيندرج تحت دايره التوحد. فالام لازم تفهم ده، يعني لازم تعرف ان انا ابني مثلا طول الوقت بشتغل دكتوره، برجع مثلا عيادتي الساعه 9 بالليل، بسيبه مع الناني في البيت قدام اللابتوب الكمبيوتر التلفزيون الفون، حرمان بيستقبل من شاشه. انت دخلتينا في نقطه مهمه جدا بقى، موضوع التكنولوجيا واللابتوب والموبايل. يعني انا عندي ابني صغير عنده 5 سنين او 6 سنين، تمام، الموبايل ده ما مش قادر اقول لك لا هو ده عامل مشكله، مشكله عصر جيل لا هو ده جي يعني. بس احنا بنمنع الشاشات من قبل الطفل ما يتم 3 سنين، ممنوعه منعا باتا الشاشه عامه، لان هو ايه بيستقبل اللغه من شاشه بتتكلم بلهجه غير بتاعتنا احنا. فالطفل بيلجا لان هو مش عارف يتكلم، اتكلم زي الفون ولا اتكلم زي ماما اللي بتتكلم ولا بتكلم زي ده، بيعمل له تشتيت، بيعمل له تشتت خلط بقى في عارف حضرتك لما تبقى موجود في حته فيها ثقافات مختلفه، فانا مش عارف اتكلم زي مين، فبيلجا للصمت وهو مش عاوز يتكلم. فبندخل في دايره التوحد ان انا رافض اتواصل لاني مش عارف مش عارف اقول زي مين. فممنوع ان الطفل قبل 3 سنين يمسك الفون ده نهائي، لكن بعد 3 سنين لا حضرتك لو اللغه اكتملت عند الطفل سيبه يقعد براحته، مش هتبقى مشكله بالنسبه لنا. هي بس بتزود التشتت بعدين، يعني الاطفال اللي هو النورمال ما عندوش مشكله كلامه كويس بتشتته بس، لكن هي قبل 3 سنين طول ما فيش لغه ممنوع. طيب يا دكتور حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، نقطه التشخيص. انا عشان اشخص ان ده طفل طيف توحد يعني لازم ان انا اشخصه صح، الاحظ الطفل كويس جدا عشان اقدر اشخص صح. طيب من التشخيص ابدا بعد كده التاهيل، صح؟ طب ازاي بقى بتتم مرحله التاهيل لطفل طيف التوحد؟ انا هقول لك التشخيص الاول، يعني التشخيص اللي هي النقطه الاساسيه اللي هي بتودينا لسكه علاج صح. ان الام وقت ما انت بتلاحظي على ابنك ان هو مش باصص لي، ما نادي عليه الاي كونتاكت بتاعه مش موجود، بكلمه بيهرب بعينيه مني رايح كده رايح كده بيهرب، مش عاوز يتواصل معايا ويكلمني زي ما احنا بنتكلم كده مع بعض. تمام. لا دي غلط، انك انت تنادي عليه باسمه مش عارف اسمه. الام في ناس كتير بتجري بقى بتروح للدكتور، انا عاوزه دواء ابني، وعامه برضو على فكره بتبقى بنواجهنا مشكله ان الام بتوصف الحاله غلط من كتر الفزع بتاعها. أيوة. بتروح مثلا دكتور مخ والاعصاب تقول له الحقني الولد بيتنطط وبيجري وما اعرفش ايه، فالدكتور ما هو معذور برضو انه بيكتب مهدئ. انا مش هدي مهدئ لطفل، هدي مهدئ لطفل ليه؟ ده مهدئ ده انا مش بقى قادره اعمل عليه كنترول ان انا اقعده ثانيه على الكرسي. وبرده مش بحبها قوي، يعني مش انا كشخصيا مش بحب، انا بحب اشتغل مع طفل الهايبر لغايه ما هديه بشغلي انا. لان التاهيل لو ما فاتش ما بيضرش. يعني يا دكتور الهايبر اكتيف ده ممكن برضو يبقى من سمات التوحد؟ بس هي بيشتركوا مع بعض في صفه واحده. ان مش هتلاقي كل التوحد هايبر اكتيف، بس مش كل الهايبر اكتيف توحد. تمام. بيشتركوا في النقطه دي بس. انا بقول لحضرتك للاسف ان احنا بنشخص الطفل من منت، يعني بنشوفه يعني كده فخلاص. يعني الستارت الستارت عندنا في التشخيص. في التشخيص. لو التشخيص مظبوط وصح هنعرف نتعامل مع الحاله صح. لكن أكيد. لو التشخيص غلط هتودينا في مناطق تانية خالص، في مناطق تانية ومش صح، وهنضيع وقت، هتتعبنا اكتر. اكيد اكيد. فلذلك الناس بيبقوا للاسف الاولياء الامور عندنا بيبقوا عندهم حاله فزع، انا لفيت كتير انا رحت كتير انا ما لقيتش نتيجه، حضرتك رحت اماكن غلط. فمعلش نسمع الكلام، يعني الام اول حاجه في الكلمه مش سامع، ابنها مش سامع،
اجري حضرتك اطمني ان هو سامع ولا مش سامع. نروح لدكتور سمعيات، بنعمل مقياس سمع، سمع تمام مفيش مشكله. نروح لدكتور تخاطب، حد متخصص تخاطب بيشخص، او صحه نفسيه يشخص الولد ده ايه ماله. انا بوجه الام بعد كده بقول لها اطلعي بقى حضرتك وروحي لي لدكتور مخ واعصاب، مش العكس يعني. بنروح لدكتور مخ واعصاب، فماما بتفتكر ان الدواء اللي الدكتور بيديهولي هشربه، لا هيشربه، فابني هيتكلم بكره، ابني سلوكه هيتظبط لوحده. لا احنا بنكمل بعض يعني، احنا انا ودكتور المخ والاعصاب دكتور السمعيات التيم ده كله لازم بنكمل بعض. لو في دروب في حاجه معينه البرنامج بيسقط. يعني انا لازم اطمن، يعني لما بيجي لي الطفل لازم اطمن انه سامع. تقولي لا هو بيبقى سامع، انا لو مشغله له طيور الجنه في الاوضه الثانيه بيجي جري. ده في فرق بين ان هو سامع وان هو ادراك سمعي، يعني فاهم اللي بيسمعه. انا هو سامع صوت بس مش عارف الصوت ده بتاع ايه. هو بيجري عليه عشان الصوت ده عجبه. هي دي البوينت الاساسيه اللي كل ام لازم تعملها، مش نروح نعكس الهرم كده ونقلبه ونروح لدكتور المخ والاعصاب وناخد ادويه سنين وبعدين تقول لي لا ما انا قلت الدكتور هيديني دواء والولد هيتظبط. لا لازم نمشي الطريق كله صح مع بعض، يعني دكتور المخ والاعصاب مع دكتور التخاطب، مركز كويس مؤهل فعلا الناس اللي موجوده فيه. يعني برضو للاسف بقي موجود دلوقتي ناس مش متخصصه مش بروفيشنال وبيشتغلوا في الموضوع، واخد الموضوع تجاره بيزنس اكتر. تجاره اكتر من هو رساله او هدف. فللاسف الناس بتروح، الطفل بيروح بالسنين، بلاقي الحالات بتجيلي بالسنين ما فيش اي تحسن ولا 1%. ما عشان كده حضرتك مش عرفانا النهارده عشان نوضح للناس يمشوا ازاي في الخط المظبوط، الخط الصح، الخط السليم. تمام. يكتشفوا الحاله امتى. تمام. حضرتك تقدري تقولي لنا الخطوات اللي هي تمشي عليها وتروح هي تعرف منين هي طبعا ما تعرفش، الام او الاب ما يعرفوش المركز ده متخصص ولا لا، مركز عليه اعلانات وعليه ميديا كتير، فهل تعرف منين ان الدكتوره او الدكتور اللي هي رايحه له ده متخصص وهيدلها على الطريق المظبوط؟ عشان كده حضرتك تدينا الخطوات الصح او تقول لنا الخطوات الصح. ان المفروض احنا دلوقتي بنعمل توعيه وثقافه للناس اللي مش عارفه. انا ما كنتش عارف المواضيع اللي بنتكلم فيها دي لغايه لما بحثت وشفت، فعايزين نعرف ستارت واحد خطوه خطوه كده هنعمل ايه عشان نعرف كلام حضرتك هنروح لمين، فهم هيكتشفوا مين ده هيمشيهم في الـ في الـ في الـ في المكان الصح، او يعني الموضوع هيبقى بالنسبه له تجاره. تمام. هو عامه زي ما اتفقنا ان الام اللي هي مش بتلاحظ المشكله عند ابنها في الثلاث سنين الاولانيين ممكن تستوعب بعد ثلاث سنين. هنروح مركز متخصص، هنقعد قدام دكتور هيقيم ابني او بنتي، هيقول لي هنعمل مع ابنك 1 2 3. اولا طبعا دي بتواجهني انا شخصيا في شغلي. ان في اخصائيين كتير بتسمح للام او الاب ان هم يبقوا موجودين اثناء السيشن. الموضوع ده مرفوض رفضا تاما. ان الطفل مش بتعرف تعملي عليه اي كنترول هو في السيشن لما باباه بيبقى موجود. بيتدلع يعني، بمعنى اصح اللي احنا باللغه بتاعتنا ان هو بيتدلع. بابا هعيط فماما تقول لي لا 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 قومي، انت بتخليه يعيط ليه؟ فدي كارثه. فما يعني تيجي تقولي لا ما انا كنت بروح بوديه في الحته الفلانيه وكانت بتخليني احضر الجلسه. لا ده غلط طبعا. مركز يبقى متخصص بيديكي برنامج بتبقى فيه فولو اب. فكره انه زي ما بتقولي ان اولياء الامور او الاب او الام ما يكون متواجد مع ابنه ده بتسبب مشكله للطفل. تمام. طيب بس في حاجه، انه الاخصائي معلش يعني في الكلمه هو بيكون موجود في السيشن بتبقى مدته من ثلث ساعه او ساعه الا ربع او ساعه حتى، لكن الام هي اللي بتبقى موجوده باقي ال 24 ساعه. ما لسه هكملك بقى. بناخد البرنامج يوميا في فولو اب. حضرتك اتفضلي ابنك النهارده عملنا 1 2 3، ما انا لازم البيت يساعدني. تمام. طبيعي. انا بتخانق مع الامهات اللي مش بتشتغل معايا. ما حضرتك انا في مدرسه بتودي ابنك مدرسه بيروح الساعه 2، لو ما جيتيش بعد ما يرجع من المدرسه وريني حبيبي اخدت ايه اخدت ايه، خلاص المدرسه ملهاش ذنب. صح. يعني انا مثلا بمشي الطفل على البرنامج وبينفذه، تيجي تقولي ليه هو بيسمع الكلام عندك وما بيسمعش الكلام عندي؟ عشان حضرتك انت مش بتكملي شغلي ومش بتلتزمي بالتعليمات اللي انا ببعتها لك كل يوم. النهارده لازم يعمل كذا، النهارده اكل بالمعلقه، فحضرتك مش انا اعلمه يمسك المعلقه وحضرتك في البيت انت اللي تاكليه بالمعلقه.
ايوه فاهمه، هي المشكله بتبقى في لازم تكملوا بعض، نكمل بعض عشان زي ما قلت حضرتك لازم نوصل كل كل حاجه الاركان الموضوع يبقى مكتمل عشان خاطر النتيجه، تلاقي نتيجه. لكن الطبيعي لاي ام، النصيحه دي بقى لاي ام واي اب، لما تودي ابنك مكان من 3 ل 6 شهور لو ما لقيتش تحسن على ابنك ما تكملش في المكان. من 3 ل 6 شهور يعني تمام. التحسن اللي هو اللي مش هنقول بقى انه هيتكلم لكن هقول مثلا يعني حاجه تبقى زي تحسن الترمومتر بقى تشوف بقى يعني مش لازم يبقى خف بس يبقى في نتيجه، بيبقى مثلا ابتدى ينتبه، ابتدى يفهم الاوردرز ينفذها يقعد عامه. يعني اول يعني اول مشكله بتواجه الطفل اللي عنده توحد انه مش بيفهم يعني ايه يقعد على كرسي. لو المركز ده شاطر ومتخصص قوي من اول شهر هيقعد على الكرسي ما شاء الله. من اول شهر لحضرتك انا عندي من 15 يوم ما شاء الله يعني بيجي بيقعد على الكرسي بتاعه وبيحفظ. دي احترافيه الخبير يعني احترافيته. لان احنا بنشتغل في ناس بتشتغل مش بتشتغل مع الطفل ده، بيدخلوه كلاس وبيسيبوه يعمل اللي هو عاوزه. حضرتك الاطفال التوحد دول عارف اللي هو بيدخل الجيش احنا شغلنا زي الجيش. هينام الساعه كذا يعني هينام الساعه كذا، هيصحى الساعه كذا، هينفذ السيشن دي يعني هينفذها باي طريقه. بس طبعا في ناس بتستخدم طرق غلط بيبقى فيها ضرب، زعيق، تعنيف، الكلام ده كله. طبعا في اماكن كتير كده اللي هم مش بروفيشنال مش متخصص فهو فاهم ان ده توحد فمش فاهم فهيضربه عشان ينبهه. دي بتبقى كتير جدا على فكره، موجوده كتير موجوده في كل المراكز معظمها يعني. لكن الطفل اللي هو الام تعرفي ابنك في مكان صح ولا لا، من 3 ل 6 شهور ابتدى يفهم، ابتدى ياخد الاوردرز ينفذه خلاص يعني حست ان ابنها اختلف. لكن مش هقعد سنه واثنين وثلاثه في مكان واحد وانا زي ما بودي ابني وبرجعه وتقولي انا عملت اللي عليا، لا وهي بتبقى حاسه نفسها ان هي عملت اللي عليا. انا اعمل ايه تاني؟ ما انا كنت بوديه. طب حضرتك بتوديه في مكان غلط. لا ما بتوديه، طب عينك كماما فين؟ ايوه زي ما انت بتجيبي مدرس في البيت حاسه ان ابنك مش بيستقبل منه المعلومه صح، في مدرس تاني يطلع ابنك حافظ الدرس. ده الفرق بين مدرس شاطر ومدرس مش شاطر. هي دي الحاجات اللي هي المؤشرات اللي هي الاساسيه لاي ام. تمام. عندي سؤال مهم، عايز اعرف ايه الفرق بين اضطراب طيف التوحد واضطراب الكلام او التلعثم او اللي هو تاخر النطق يعني. هو ده حاجه وده حاجه تانية خالص يعني. هو الناس بيختلط عليها الامر في الموضوع ده ان بيقول لك ابني قاعد مش بيتكلم مش منتبه مش عارف، يبقى ده عنده توحد. تمام. فاحنا عايزين نصلح. لا هو هو التوحد اللي خلاه مش بيتكلم، مش عشان هو مش بيتكلم فعنده توحد. العكس يعني. التوحد طبعا بيبقى فيه انواع كمان، التوحد فيه توحد ناطق وتوحد غير ناطق، بيفضل طول حياته ما بيتكلمش. دي برضو المتخصص هو اللي بيعرفها. لما بنسال الام الهيستوري بقى كان بيقول الاول وبطل يتكلم ولا من ساعه ما اتولد ما اتكلمش خالص. لان ده ليه طريقه تاهيل وده ليه طريقه تاهيل. ان هو توحد الناطق بنتعامل معاه ان هو طفل طبيعي عنده كانت حصيله لغويه فقدها فبنخليه يستردها تاني. لكن توحد الغير ناطق بنستخدم معاه انواع كتير بالتعليم بالصور اللي هو بيكس وتيتش والحاجات دي كلها، بعلمه كل حاجه وبيبقى طفل طبيعي جدا وبيتعامل بس بالصور. فدي اللي فرق بين طفل التوحد نوعين، ناطق او غير ناطق. لكن التلعثم، لا التلعثم ما لهوش علاقه بالتوحد اصلا. التلعثم ده بيجي للاطفال اللي هي اتحطت تحت ضغط، مشكله نفسيه، اتخض، حد عنفه قوي، اتضرب فجاه او راح مكان اتخض فيه. بيجي للطفل كمان اللي هو اتاخر لغويا. طبعا دكتوره ولاء الموضوع ده فيه كلام كتير قوي جدا. موضوع انا كنت فاكره لا ده موضوع. لا هو سؤال واحد هنقعد نتكلم فيه حلقات كتير. في هتشرفينا ان شاء الله في حلقه جايه ان شاء الله. واستفدت انا بشكل شخصي، استفدت جدا جدا، معلومات قيمه ما كانتش موجوده عندي وكنت بيختلط عليا الامر كتير. نشكرك دكتوره ولاء ونورتينا، وهنستناك تبقى معانا في حلقه جايه ان شاء الله. باذن الله نورتينا يا فندم. نطلع فاصل. We'll be right back.
ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع فقرة جديدة. خلينا الأول متفقين أنه أفكار إعادة التدوير أفكار كتير جدا وأفكارها لا تنتهي، فهي لها طرق مختلفة ومتنوعة. قدر معانا ضيفنا الموجود معانا في الفقرة المهندس محمد عبد العزيز أن هو يستخدم بدائل مميزة وكتير متنوعة في أنه يعمل يستخدم البراميل المستهلكة ويحولها لديكور منزلي. معنا المهندس محمد عبد العزيز صاحب ومدير المؤسسه الهندسيه للمشروعات. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك، نورتنا. نرحب بالبشمهندس محمد، ضيف عزيز عندنا في البرنامج. ربنا يخليك. احنا مفتاحنا النهارده يا باشمهندس مفتاح الفضل. تمام. قبل ما نتكلم عن الحاجات الجميله اللي احنا شفناها في الفاصل دي، وده شغل حضرتك طبعا، عايزين نعرف معنى الفضل في حياتك. هو الأول تعريف الفضل بالنسبة لي أنا على حد معلوماتي، يعني هو التفضل هو جزء أنت بتتخلى على جزء من حقك لحد تاني، سواء بكلمة سواء بحقوق مادية معنوية أيا كان يعني. فالأفضل كل الناس في حياتنا لها فضل، حتى الناس اللي احنا شايفينهم وحشة أصحاب فضل عليهم، إن احنا ما بيخلوناش ناس وحشة في حياتهم، فده بالنسبة لنا الفضل. نخش بقى في الحاجات اللي طيب ممكن اضيف حاجه بس دي بمناسبه ان النهارده او حلقتنا النهارده مفتاح الفضل، فانا بشكر استاذ محمد المالكي واستاذ تابر لهم على دعمهم المستمر لينا في البرنامج، ويعني بنتهز الفرصه وبشكر والدي ووالدتي هم اصحاب الفضل في ان انا اكون متواجده قدامكم، وزوجي استاذ محمد القاضي ان انا اكون متواجده قدامكم في البرنامج. وربنا يديم وجودهم في حياتنا، الناس ديت هي السبب ان احنا متواجدين، ان احنا يعني. فانا عايزه اقول انه بالنسبه لشغل استاذ محمد عبد العزيز، عايزه اسالك على شغلك واقول لك منين جات لك فكره اعاده تدوير البراميل؟ ليه اشمعنى تحديدا هذه الفكره، يعني فكره طيب. اعاده تدوير. انا هبتدي برضو من الفضل. تمام. في ناس في حياتنا بيبقى ليهم الفضل ان هما بيشكلوا في تفكيرك، في طريقتك، في كل حاجه. اكيد. فانا كنت في فتره من الفترات، ويمكن في سن صغير، انا من سن 40 سنه دلوقتي، فمن سن العشرينات ربنا كرمني اشتغلت مع حد اسمه المهندس عبد الله، ده من الناس اللي اصحاب الفضل عليا بجد يعني. ايوه. اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. الالتزام، كل حاجه ممكن تكلميها على الواقع اتعلمتها منه. كان من ضمنها دايما ان هو بجنب تخصصه انه دايما كان بيدور على الافكار الجديده. تمام. فاتعلمت منه الحته دي، حتى كان ليه مقوله دايما مش هنساها، بيقول دايما شوف ايه الجديد وخد وش التورته. فاول ما تلاقي النمل اتلم عليها خلاص سيبها بقى، شوف غيرها. ايوه. فاتعلمت منه الحته دي. هو راجل عمل حاجات كتيره تشكيل في حياتي، طبعا انا ليا في ناس كتيره جدا ليها افضل عليا كتير جدا. لكن انا بتكلم بخصوص شغلي وطريقه تفكيري. الناس اللي علمت معاك في حياتك. انما في ناس كتيره جدا ليهم عليا افضل، ناس كتيره جدا يعني. بشكرهم طبعا. ولكن بخص بالذكر المهندس عبد الله بخصوص، لان ده كان في بدايه شغلي. هو ساعدك يا باشمهندس محمد في كاريرك ده، ولا ده بشكل لا عام؟ لا لا لا، بشكل عام. بشكل عام. بشكل عام. تمام. لكن اتعلمت منه دايما ما هو جديد. يعني كل كان حتى يعني السعاده اعتراف بفضل الاخرين. ده سعاده لي وسعاده ليك برضه. طبعا طبعا طبعا. هو في الاول وفي الاخر هم مش اصحاب الفضل، الفضل بيرجع لله وحده. لله طبعا طبعا، هم اسباب. لكن هم اسباب للفضل. بالظبط. ف ليه كل الشكر والتحيه. واحنا من هنا بنشكر الباشمهندس عبد الله اللي ساعد الباشمهندس محمد ان هو يبقى الشخصيه الجميله دي، اللي قدمت لنا الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي ما شاء الله، تحف فنيه. ربنا يخليك. ربنا يخليك. فالفكره اللي انا جيت، يعني انا برضو زي ما قلت لحضرتك جنب التخصص الفكر شغال. فكنت دايما بدور على ايه الجديد اللي ممكن اقدر اعمله. فالفتره من الزمن كده، يمكن من سنه 2015 2016، ابتديت ان انا ادور على حاجه جديده. انا ما بدورش على التقليد ابدا. جميل. فمع السيرش ومع اخش صفحات خارجيه وكل الكلام ده، ودايما بيعجبني فكر الغرب. وخليني استشهد بحاجه لدكتور زويل رحمه الله عليه، كان بيقول في مقوله كده في برنامج احد البرامج مع الاعلاميه منى شاذلي، بيقول الغرب بيدعموا الفشل حتى النجاح. واحنا للاسف العكس.
فخدت من هنا ان انا ابتديت ان انا اخد اول ريسك في حياتي ان انا عايز ادور على حاجه جديده. وبالفعل مع السيرش لقيت فكره البرامج دي. كانت حد عاملها عنده في البيت في مصوره في بيته وكان في هولندا. فعجبتني الفكره جدا وابتديت بعد كده اطور منها لنفسي. فانا ابتديت مش مبالغه والله ومع احترامي طبعا اللي في ناس دلوقتي شغاله دلوقتي في الموضوع ده، انا اعتبر من الاوائل اللي دخلوا الموضوع ده مصر. من الاوائل يعني، حتى في صفحتي يمكن متاحه على عندكم تاريخها يثبت ده يعني. فابتديت اخش فيها واعمل منها اشكال كراسي. احنا معانا الصور معانا ومعانا الصور كراسي وكنب وشوايات وترابيزات ولسه عندي كمان سؤال ليه فضول شويه يا باشمهندس محمد. هل الحاجات اللي انت عاملها دي ينفع اعملها مكان انتري فوتي مثلا او حاجه في البيت؟ طبعا طبعا. لا ده مش كده بس يعني كمان احنا طورنا ان احنا بينا نعمل يوفط دعائيه. يعني مثلا في ماده زي الكلادنج مثلا، ده غالي. الكلادنج زي يمكن متاح في الاستوديو، دي حاجات غاليه جدا. البراميل بتعمل نفس الشغل بتكلفه اقل بكتير، اقل من العشر بس. ياه والله. ففكره كمان ان احنا يعني موضوع اداه التدوير في حاجات كتيره جدا اقتصاديه، كتيره جدا اقتصاديه. حضرتك احنا النهارده لما اجي اعمل كرسي الاول كنت اعمله جلد، هعمله سواء خشب او كل الكلام ده، في حاجات بنستوردها من بره، ده يقلل من التكلفه بتاعت الاستيراد، ده غير الايد العامله اللي شغاله فيها. تمام. استاذ محمد قول لنا ايه الالات اللي انت بتستخدمها علشان توصل للمنتج الرائع ده؟ الالات حاجات كتير، صواريخ في طبعا عندنا فرن للدهانات. احنا كنا الاول ما كناش بنشتغل بفرن، كنا الاول بنشتغل بالبوهي عاديه جدا. بس كان في مشكله عندي عامله لي ارق شويه، اللي هي زي الشوايات. فالنهارده الشوايه مع الدهان ممكن تعمل طقطقه للبرميل للبويه بتاعت البرميل. فاضطريت ان انا اجيب ترمومتر حراري عشان اقدر اقيس التوهج درجه الحراره. فلقيت درجه الحراره على اقصى حاجه بيقدر يعملها الفحم بتوصل لحوالي 230 240 درجه مئويه. فابتديت اعمل سيرش على ده، فلقيت ان افضل دهانات ممكن تنفعني اللي هي الايروستاتيك، البودره الفرن. فابتديت اعمل الفرن ده وابتديت ده زي السيارات كده يا باشمهندس محمد. لا السيارات دوكو انما الشغل ده بودره بس بطريقه معينه، شغل معين تقدر تعمله في نفس في نفس درجه الحراره ونفس تتحمل اكتر بقى، تتحمل اكتر بتوصل معايا لحد 280 لدرجه 300. فابتديت ان انا اتعامل مع المنتج بحيث ان المنتج يبقى بيوصل اي لون دهان انت تقدر تختاره ويكون. طب باشمهندس محمد احنا عايزين نجيب الموضوع من الاول كده، مش عايزين نجيبه من الاخر. ماشي. عايزين نعرف ايه مراحل وطرق اعاده تدوير المنتج بتاعك. تمام. هو اول حاجه احنا بنجيب البرميل، هو بيكون مستخدم قبل كده. تمام. طبعا بيهمني حاله البرميل جدا. كويس. مش بنجيب اي برميل؟ لا لا، هو اي برميل ما فيش عندي فيه مشكله. بس الفكره فكره حاله البرميل. الصدى للاسف برضو احنا عندنا بنستخدم الحاجات اللي بتاعت التدوير بشكل يعني مثلا تكون نازل من العربيه مثلا نقل تلاقيها بيحدفوها فبتنزل مع مثلا الطوب في الارض او اي حاجه فبتطبق. فطبعا عشان اوصل لك منتج متطبق ده صعب. فبحاول على قد المستطاع ان انا اجيب برميل سليم. بعد كده بيتم في عندي حاجه اسمها شابلونه. شابلونه دي انا بعملها يدوي الاول، اللي هي مثلا على مقاس البرميل الكرسي او الشوايه او الدفايه او الحاجه اللي انت هتعملها، مع يعني مع شويه حاجات لازم انا اعملها في الاول. اللي يكون مثلا حبيت اعمل مكتب للبراميل، فبسالك الاول انت بتستخدم ايدك اليمين ولا الشمال؟ مستوى الليفل بتاع الكرسي بتاعك عشان كل العمليه تكون بالنسبه لك سهله في الحركه. جميل. وانت قاعد لو مثلا في كافيه او قاعد عندك في البيت، الكرسي ارتفاعه قد ايه؟ الترابيزه لازم يكون ارتفاعها قد ايه؟ فده بحدده من خلال الشابلونه. وبعد كده بيتم التقطيع، فبرضه بعد ما بقطع ويخش دهان الفرن، فطبعا الحروف تبقى عندي حاميه ممكن تعور اي حاجه. فاستخدمت الاطار الفريم من الكاوتش اللي هو بيتحط زي بيبان العربيات. ايوه. يبقى الفريم دي ستاندر عليه. بيركب عليه خلاص كده منعت الموضوع وبيبقى ماسك في الكرسي كويس. فانا اهم حاجه عندي ربنا وحده يعلم يعني
ان فعلا المنتج يوصل بالشكل اللي يرضيني. يرضيني مش بتعامل لا وانا بشوف المنتج مش بشوفه بعين المصنع، بشوفه بعين اليوزر. تمام. بشوفه ان هو واكثر حاجه عندي كمان والله بجد لما يكون العميل بياخد الحاجه ويشوف في عينه الانبساط. اهم عندي من ان انت بتعملي من ولا حاجه عملتي منها حاجه. مجهودك اتقدر بمجرد والله بكلام جد يعني الشكر بالنسبه لنا هو اهم حاجه. طب يا باشمهندس هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني. اتفضل. مستنيين تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام مع المهندس استاذ محمد عبد العزيز صاحب ومدير المؤسسه للمشروعات الهندسيه. عايزين نسال ونقول حضرتك كنت اتكلمت عن الالات اللي بتستخدمها في التصنيع والتقطيع واللحام والفرش وكل ده. طيب هل كل الادوات دي متوفره فعليا في المصنع عندك؟ طب ما بتحتاجش حاجه من بره؟ لا هو برده كان عندي فكره برده هي عمليه اقتصاديه ان كل حاجه وعندي برضو مبدا في حياتي هو المكسب مش في البيع هو المكسب في الشراء. ازاي توفري على نفسك كل حاجه تبقى عشان توصل في الاخر بسعر مميز وكون تكلفه اقل تبيعي اكتر. يعني انت بتتكلم في الماتيريال. الماتيريال لما بتعمل بتجيب ماتيريال بتوفر لك حاجه تانية. ده المكسب بالنسبه لك. مش المكسب ان انت تبيع. لا تمام. بس فالفكره فكره انت بتوفر ايه علشان تقدر تعمل بيه. بس فلازم تكون كل المعدات موجودة كل حاجة متوفرة يعني عندي. انت يا باشمهندس كده عندك تصنيع مباشر. لان احنا عارفين ان طبعا في تصنيع مباشر وتصنيع غير مباشر. لا عندي انت تصنيع. عندك كله تصنيع مباشر. كله داخل مصنعنا. طيب ممكن اسألك حجم العمالة عندك قد ايه يا باشمهندس؟ حجم العمالة؟ العمالة المباشرة. العمالة المباشرة؟ لا يقل عن 15 فرد. 15. جميل. هو في الصور اللي اتعرضت على الشاشه شايفين ان حضرتك اتوسعت في المجال واشتغلت في مجال الكريتال. كريتال. الكريتال. والفورجي. طب ممكن تكلمنا عنه؟ بص حاجة مبدئيا احنا شغلنا يعني من البدايه احنا خلينا نتفق ان هي مش حاجه قديمه عندنا زي النجاره او تمام حاجه مودرن حاجه لسه جديده. فالخبره فيها فعشان تشتغلي فيها لازم يكون فعلا حدادين اللي شغالين فيها. برضو ارجع تاني اقول لك المهندس عبد الله ليه برضو حته هنا برضو بصمه عندي. ان انت لما تيجي اختاري ناس تشتغل معاكي صح. تمام. اكيد. ما بحبش اللي يشتغل معايا اللي هو بتاع نعم وحاضر. لازم يشغل دماغه معايا. اللي يجي يقول لي لا ده ما ينفعش ولو عملنا كده يبقى افضل من كده. ويكون حابب الحاجه. فلما جيت لقيت ان ربنا كرمني بشويه صناعيه فعلا ايديهم تتلف في حرير. بأمان. ده غير بقى شغل الفورفورجي بتاعهم. فقلت طب ايه المانع ان احنا كمان نشتغل في الفورفورجي؟ دول نعتبرهم اصحاب فضل برضه يا باشمهندس محمد؟ ده كل تأكيد. ده كل تأكيد. تمام. وبجد انا بقيت مبسوط منهم ان دايما كنت اجي اعمل حاجه يقول لي لا احنا لو عملنا ده افضل من ده لدرجه ان في بعضهم كنت اجي اقول له على حاجه ونيجي نعمل وخلاص عملنا الشابلونه اجي الاقي غير كل الفكره. يعني شيء اوسكار جه في مره حاجه باظت منه منتج باظ وهنعمل تاني غيره. لقيت عمل اعاده تدوير لاعاده التدوير. خد الجزء عمل منه ابليك كهرباء. ابليك كهرباء خطير. عمل عليه الرفض الجلاله وعمله بالشنيور حاجه كانت بايظه وحطيناها فمع الاضاءه عكست الناحيه الثانيه اللفظ الجلاله. فده كان منه لنفسه ما شاء الله. فاشكرهم اليوم كل الشكر طبعا. بتسوق شغلك ازاي يا باشمهندس محمد؟ والله هو عن طريق صفحتي على الانترنت. اعلانات. طب ايه هي الناس المستهدفه لشغلك او الناس اللي بتبقى مهتمه قوي بشغلك؟ والله احنا في الفتره الاخيره في ناس كثيره جدا عاجبها الشغل. ففي دلوقتي اوتيلات بياخدوا ليهم للجناين. انا شايف للكافيهات. صور للكافيهات وحاجات كده. للكافيهات. وفي بيوت فيلل كومباوندز حاجات كده. ناس في الروف. كل الكلام ده فبيستخدموه وفي شقق كمان. ففي حد يقول لي انا عايز حاجه في البلكونه في الشقه لكن انا ما انصحش بيه في الشقه بصراحه. يعني انا كنصيحه مني ما انصحش بيه. دايما في الشقه بتبقى ست البيت تحب تشيل فالمنتج مش هقول تقيل. مش هقول لا مش تقيل. مش تقيل. بس مش هيكون زي ما يكون كرسي عادي انتري عادي. مش هيكون ده. لان احنا كمان تحت في عندنا موديل
ممكن مع الصور غير متاحه دلوقتي. في موديل بيبقى برجول عادي وخفيف جدا. بس انا مش شايف ان هو لما يكون في شقه بيبقى افضل. ممكن يكون في قاعده في اوضه منفصله بيبقى ما فيش مشكله، انما في الشقه ككل لا، بلكونه تمام فوق ده كله. ارجع تاني برضو لما جينا اخترنا البودره عندنا عاملينها كمان عوامل الجو. الحاجه التانيه كمان يهمني نظافه البرميل من الداخل، هل المواد اللي كانت متاحه فيه فيها ضرر على الانسان؟ ما تاثرش بعد كده طبعا، دي حاجه سيفتي بقى، لازم ابقى عارف حاجه سيفتي، ابقى عارف ده ما فيهاش كلام. تمام. طيب بالنسبه مثلا يعني اصحاب الكافيهات والمطاعم لما بيطلبوا حاجه زي ديت، عشان برضو يبقى عندهم فكره ان الحاجات ديت بتوفر بالنسبه لل لو هيعمل لو مثلا هيشتري حاجه تانية، حاجه خشب فبالنسبه للبراميل دي او النظام البراميل دي، فهي هيوفر معاه بالنسبه لو مقارنه لو جاب انتريه بالخشب او عمل. وانا بتالي هي السؤال بتاعها خبيث شويه، احنا عايزين نعرف الاسعار لو سمحت. ايوه عايزين نعرف. خليني الاول اقول لك على حاجه بخصوص الكافيهات. ماشي تمام. انا برضو عندي حاجه، لما يجي كافيه ولسه بيتوضب واعرف انه بيتوضب وبيكلمني في كراسي، بهتم جدا بحاجتين، اني اشوف الكافيه الاول واعرف كمان اسم الكافيه. الاسم عندي، الاسم والمكان الكافيه بشكل العماره كل الكلام ده بيهمني. الديكور هو دماغه رايحه فين؟ يعني انت بتشكل له على حسب؟ لا بديله اقتراحاتي. تمام. وهو يختار المناسب. لاني في بعض الاوقات ناس بتعمل ايه؟ بيبقى عنده باكيتين مثلا في الكافيه، فباكيه بيعمل فيها كراسي وباكيه فيها كراسي مختلفه. انا بنصحش بالكلام ده. الاسم بتاعه مثلا تلاقيه كلاسيك او مثلا، واحنا شغلنا هنقول كاجوال او مودرن او، فالاتنين مش هيبقوا مطابقين مع بعض. ممكن حابب ان هو يعمل ركن خاص بشغل حضرتك، ايه المانع؟ ممكن بس انا برضو يعني بصوا حاجه، يمكن بعض الاوقات حتى في البيت عندنا تلاقي في حد بيحب يقعد على الكنبه الانتريه وفي حد بيحب يقعد على الكرسي. فلو عملت الاختلاف ده هيعمل عندك مشكله في المكان. الحاجه الثانيه لما يكون الستايل كله، يعني مثلا انت هتعملي براميل، لما تاخديه من الاول يافطه البراميل وانت داخله براميل الحوض براميل، لدرجه البار نفسه بنعمله كمان من براميل. ماشي تمام. واحنا طبعا معروف ان وراء كل رجل ناجح امراه. عايزين نتكلم عن دور زوجتك والاسره في فضلهم، اللي هل لهم طبعا اكيد افضل عليك، دورهم في حياتك ايه وفي نجاحك خلال شغلك ده؟ والله بقى موضوع يعني مش عايز اقول لك بعد دي هنا بقى مش هعرف اشكر ده. انا انا لو قعدت من هنا لحد 100 سنه اشكر زوجتي مش هوفيها حقها. ربنا يبارك لك فيها بجد والله. اولا كان كل الدعم منها، كل الدعم. عمرها ما زعلتني في حاجه، كان دايما معايا حاجه، لا اصبر، لا استحمل، لا كذا، لا كذا، لا كذا. فليها كل الدعم منها ومن اولادي بجد والله. تاني لو قعدت من هنا لحد مش سنه، سنتين، ثلاثه اشكرها مش هقدر اوفيها حقها. وهناخد بقى من باشمهندس محمد كلامه الجميل ده. عندنا مقوله للامام الشافعي بتقول: المرء يعرف في الانام بفعله، وخصائل المرء الكريم كاصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم باذن الله بالغ امره. ده عنوان مفتاحنا النهاردة، مفتاح الفضل. وبننسب كل فضل لصاحبه طبعا، الفضل في الأول وفي الآخر لله سبحانه وتعالى، بس إحنا أسباب. عايزين نقول حاجة مهمة جدا، إن الفضل بيرجع لصاحبه. وبنشكر كل الناس اللي ليها أفضال علينا إحنا وليها أفضال على ضيوفنا. الفضل نفسه سعادة يا جماعة. بنشكر كل الناس واللي ليها افضال علينا. نوعدكم في الحلقه الجايه ان شاء الله هيبقى في مفتاح جديد كله سعاده. ونحييكم والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.